مدريد ويضيع هذه الفرصة. إذا حذاري من شوف المحاولة هذه بالنسبة لفريقنا الوطني. مدان على الجهة اليسرى، محاولة ومخالفة بالفعل، مخالفة لصالح مدان. استعمل الخشونة نوعا ما المدافع الأيمن، مدافع أيمن كوت ديفوار على الشاب مدان. يشوف ثلث مرات إلى حد الآن حصل على مخالفة ثالثة بالنسبة لمدان على الجهة اليسرى. يا حطويلو جميلة، أول هدف جميلة، أول هدف من بلومي، أول هدف من بلومي. شوف الفرصة هذه والفتحة من يحيى وبلومي يفتح باب التسجيل. شوف إذا هدف مقابل صفر لصالح فريقنا الوطني. شوف الفرحة الكبيرة عند اللاعبين الجزائري وعند الجمهور كذلك الغفير الموجود هنا بالدار البيضاء. شوف الإعادة وبلومي يفتح باب التسجيل في الدقيقة 16 من الشوط الأول. شوف بعد تردد نوعا ما في دفاع الفريق الجزائري يتفطن نوعا ما خط الهجوم ومدان على الجهة اليسرى والفتحة كذلك ليحيى وبلومي اللي شاهدوا على الصورة يسجل يفتح باب التسجيل. إذا هدف مقابل صفر لصالح فريقنا الوطني، هدف ممتاز، هدف جميل في بداية هذه المرحلة الأولى. كما نشاهد هدف لصالح فريقنا الوطني، صفر لمنتخب كوت ديفوار. قاسي سعيد 17 دقيقة لعب منذ بداية هذه المقابلة. قاسي سعيد مرة أخرى أبو عافية، بلومي اللي أصبح يتحرك كثير بعد البداية ربما المحتشمة. أصبح بلومي يتحرك نوعا ما.